قرارات السنة الجديدة تختلف عن أمنيات السنة الجديدة. القرارات هي حاجة في إيدينا نقدر نعملها دلوقتي. أنا تريزة خليل ودي قراراتي للسنة الجديدة. إني أقلق أقل وريلاكس أكتر. إني أزرع أعشاب أكتر. أبدأ رياضة جديدة. حجزت مرتين في الأسبوع مات، وهو عبارة عن خليط من اليوغا والبيلاتس. إن أكون منظمة أكتر. إني أقلل سكرولينج للفيسبوك، ويبقى عندي هوايات أكتر بعيدة عن الكمبيوتر. إن أقلل استعمالي للأكياس البلاستيك. أبذل مجهود أكتر في عمل الأكل الصحي. أعمل فيديوهات وأفلام وكتب ملهمة ومفيدة. ودي كانت قراراتي للسنة دي. يا ترى أنتوا قررتوا إيه؟